حياكم الله، وهذا فيديو جديد ان شاء الله. هذا الفيديو عندي مفاجأة لكم كلش حلوة. شخص اجاني كلكم تحبوه طبعا، ما راح اقول لكم اسمه، راح تشوفوه بالفيديو. يلا نبدأ الحلقة. حياك الله ابو علاء. يلا تقوم تغسل. هذا تعوج طبعا اليوم ابو علاء طيارتي حبيبي الغالي حيدوني، والله نورنا. بس انا اليوم ارتجاي جاي كربه، جاني كاشخ بعد ما يفيد. كلمتك ورده سي ابو صورت على سي. لا لا ما طلع. ابو علاء اليوم الملعب لك، احنا بخدمتك وخدمه الاحبابين. تدري اني انا احب طيور الحب، يعني اعتقد هاي من بركه، هاي ترى للبركه، يعني مو هيك. ان شاء الله يا رب تشوف خير. هاي انا طينه، ما طينه مو اي خلي هذا حيلر دخل بي. عادي عادي خليه فوقه. يلا كل شيء حقن حقن. شكرا عليكم بالف عافيه يا بي. تعال تعال لك عينك. ما عندك شيء؟ اي خلي موجود، لان زوجي يمكن الفرخات. زين نعم انت بس يلا كمل. حيدر خلى اشتغل وجهك. يلا كمل كمل براحتك. اعطي هسه اعطي معشوقك فوق بناجز. وين؟ بناجز؟ بناجز اي وين بهذا اي هذا فوق. اي عادي فوق الدخل. بس لو قلل الكمية، هاي الكمية هو عالية. اي لان ما اكلنا كله. اي بالجماعة اكلنا كله. مو احنا نقول لك اذا شلون اذا طعمت اشبع. بس صحيح هذا اللي الزوج اذا بيضا الحمام تنطيه؟ هم الطي خطيه قهر علي. دخل مو عالي مو؟ اي حليل. يا هلا هاي اي بيها فراخ. انت بعد عينك ميزانك. هاي الخانه مال الفناجس قدام فوق الطيف. هاي يقول لك العتب مو على الشوف، العتب على النظر. على العيون. جواهم شي ذني؟ لا لاني بعد ما ابي مرش. قلت لك اني يعني طبق جديد. هسه هسه روح استاذي وين؟ روح الكوكتيلات. كوكتيلات؟ ايه. خلي عادي ماكو اي مشكله. خلي فوق الدخن هم عادي. ما فوق الدخن. اي افتح الباب وخلي فوق الدخن. لا لا ما يطيرن. على هاي خليه. لا لا عادي الزرقاء. اي هاي. اي هاي. اكلوا. اكلوا ما طلع عمكم موجود. عيدر شنو الخطه اللي تستخدمها وين بيض؟ هاي؟ ايه. والله هاي الخبطه مالتي يعني استخدم حبوب مال طيور. هاي حبوب مال طيور الحمام. ايوه اطحنه. حلو. اطحن وياه خميره كبيره. حلو. واطحن وياه كركم. وفيتامينات مال الفيرس اللاقي. اتذكر انه يعني هنا كل شيء هواي ترى. اي يعني معشوقاتك. ايه هذا المطيه انا اي.
بعد وين؟ هسه نطبه هنا على البنادس. اول ناكله؟ تعال وراه دور سمر اشوف شو اخذ ايش؟ شنو هاي؟ والله ذني حيدوري هذا الهاجرمو الرينبو ثاني هاي حيدر ذا تعرفه والله تستاهل الله يسلمك فنون اوه خليني اوصلك اوه ثاني كثير خيرك ان شاء الله يلا الله يعافيك علاء بوسي شوفك بخير ان شاء الله الله يعافيك على حسن ضيافتك بس جباك على طيور مالاتي هاي بكل تصوير يا بكل تصوير احسن يعني حتى والمتابعين يلا ثيما الله معنا الله ياكم سلامة السلام عليكم شباب هسه خبطت كالسيوم سائل وفقدنا للطيور انا هذا استخدمه مرتين بالاسبوع انا افضل من هواي شغلات يعني افضل من عظم الحبار وافضل من هواي البيض والسواء يعني البيض هو مهم مو مهم بس يعني هذا اسرع واضمن ومضبوط هسه حقدم البناجز ولا كم زوج شوي منقص كالسيوم بخير حبايب الطيبين وهذا بيضة جديد البارحه خلصت دخل جبت لي بوني كم هذا عراقي وهذا اوكراني لا قاعد يا روسي المهم بعد فرق كشن اللاعب واليوم سطلة جديدة هم من أصلة قديمة صغيرة فحم وهنا بي واحدة منا صار لوز وندب وياه اهم شيء الملح الملح ما قرشي الخشن هذا يمنع الرطوبة كلش يعني ما يخلي اي رطوبة تصير بالهذا لان تعرفون الرطوبة بالاكل تسوي مشاكل بالامعاء بعد ما كملت الجواني هاي شو اسمه كسرت العين جبت شوفان صار كل شيء ما بطيه شوفان راح اعطي هذا الزوج شوفان شوف شو يسوي بالله
دس ماما يوم الجمعة. خلي عليها شوي شوفان نشوفها بالله. أوزعها للطيور وأرجع لكم، هي ما أقدر أصور وأوزعها في الوقت. هذا البطم يبغى مجموعة. هذا من هو البطم؟ أعتقد هذا هو مكان من البطم. إيه هذا من البطم. هذا من الفطم. هذا تقريبا من الفطم. تعال ما ترجع تغير. شرد يلا شرد مصر اللي هذا وينه. يلا انطلق بعدك شيء. ماكو شيء. يلا خذ راحتك خذ راحتك حبيبي. المطوم هذا الانتاج جديد. شو رايكم به؟ ما شاء الله. هاي الافراح الحمام الملكي. جمال الاصل على محمد وعلي محمد. بالخير حبايب الطيبين. طبعا انا ما اعرف الا اقول صبحكم الله بالخير. يعني حتى لو بالفيديو يصير اربع مرات خمس صبحكم الله بالخير عادي تقبلوها. لان هو المقطع انا ما صار بيوم واحد يعني عدة ايام. طبعا ضع جيت هنا انا جوعانات. الفترة انا مقصر الجو احنا. هذا علم العادة ايه. اللي يقرب يلا تشوفونه. لا ما شاء الله.
خلي شوية خايفات. معكم الشيء تعلمي. يلا روح علي. انا عندي واحد من المشط يلا ما في كل معوج هذا هذا حطها رافع مناعه حطها كده مو عادنا كده هو جبت على التريل ادي كم شغله اشوف كل شيء اسوي شاب بيت رقم 6 مش عارف صار تقريبا اطلعت يوم 5 شنو شنو Then you have a pop from Martin. I'm not to shoot it. Same deal, I'm not to shoot it. And you have a bit more Hamam Meleki. I don't know if you're هذه ما بخان بخان استفادة من عنده لأن هما جاي استفادة من عنده هنا ما أشوف أحب كله ده أحس إنه حوامليك جاي أماكن الناس يعني يستغرب أكثر من أماكن العالية شفيت هنا أنا هو كان هناك فجبته هنا عند ذاك الثاني همن راح أنزله ها هاي أقول لكم هاي ما أعرف نتي حمراء شوية جاي كلهم بيها الحلة راح أعزلها شوية بين ما استقر قطية الثاني راح أنزله من هم راح أخليه بغير مكان انا في وقت بدر شلون صار بسم الله ما شاء الله ها طبعا كبر واخوه بعد صغير لان اخوه فقس متاخر ولاني في نقباهن ما شاء الله هذا موجود هذا هم كذلك موجود شي بعد فراق شي وخلص ما جيد وين الوجبة؟ عندك لو بعد والله واحد مستحيل تخلص بس لو عفل اثنين لو باكر اثنين راح ادخل شو يلا باكر راح ادخل زوج راح اخليهم حرام اتفق عليهم ما يبي خليهم جو البنغالي هذا صار هنا وهذا صار هنا وعندي صار فراغ هنا بالنص راح اخليه البيت حاليا والكت يلا فلست بيته وخليت الافراح مالت جوا البنغالي هذا وعى وين صار حاليا هنا هنا بيض هنا بيض تمام هذا الخطية اللي طلع ما عنده عيون ما هو أعمى أعمى تياكل هذا شوفوا ما عنده عيون دايم ولا يسمع خطية
اكو هنا انا اكل يلا. سبحان الله هذا مصيره يموت يعني ما يبقى. هذا رافع مناعه ويعني يسوي هواي شغلات هسه اقراها لكم. المعالجة والوقاية من الأمراض البكتيرية المختلفة التي تصيب الدواجن والعجول يعني والتهابات السرة وكيس الصفارة والسالمونيلا والباستريالا والميكروزما يعني أنواع من البكتيريا والنزلات المعوية والإسهالات وغيرها. هذا شكله شباب. هذا سعره 6000 دينار ويستخدم باللتر سي سي. هذا اللتر عندي اضيف له سي سي. هذا سي سي وعندي هذا اللتر الثاني اضيف له سي سي. ضروري تغسلون ذني ذني من تغسلوهم لا تغسلوهم بس من جوا يعني بس من هنا لا غسلوهم من كل الاتجاهات كذلك المشربية هم يعني من كل الاتجاهات اسلوبها ماشي. هني في هواي الشغلات في الضوء الزين ومنساهي زين إذا بيها زاهي الطير يعني يسلم لي هو تسمي شباب. احسن مواد للتعشيش للفناجز بالنسبه للليف مال النخل هو افضل شيء. هسه سالوني ليش؟ لان هذا الليف من يبني البيت من يبني بالبيت الفنجز هذا يمص الفضلات تكرمون الفضلات اللي هي بيها يعني مو بس هذا يعني سائله وجامده هي هو يمص الفضلات اللي في مال النخل ويبسها بسرعة بحيث شنو ما يصير البيت رطب والرطوبة كلها من وسخة. فهو هذا أفضل شيء لهذا. وإذا ما توفر هذا عندك تقدر تستخدم الثيل بس هذا أفضل من الثيل. مال علي شوف أنا أحب هاي السوالف هذا الشرح بخصوص شلون اكاثر طير الحب. احد المتابعين انا ما اسميه متابعين احد الاخوه اصدقائي سالني انه شلون احسن ظروف لتربيه طير الحب وتكاثره. اخوان انت بكيفك تستخدم جماعي او خانات. بالنسبه لي انا افضل الخانات احسن من الجماعي. ليش؟ اولا السيطرة على الانتاج، ثانيا السيطرة على رأس الطير ما يصير تخابط، واذا عندك اكثر من طفرة ما يصير تتخابط، ثالثا تتفادى مشكلة المعارك الدامية على البيوت. يعني اكو معارك دامية على البيوت تتفاداها كل زوج واحد. بالنسبة الى خانة تستخدم هاي الخانة 60 في 40 ارتفاعها 50 هاي افضل خانة لطير الحب. هاي حتى ترهم ماي كوكتيل ما في مشكلة. تخلي بيت خارجي وتخلي مأكلية ومشربية وتطيهن اكل تنوع بالتغذية طبعا مي فيتامينات على كالسيوم
يعني اذا ما ينتج خلال شهر انا كشي ما افتهي، كل السهل ما بي اي مشكله، وبس وفر له الاجواء هو اللي هو يحبها. ها واكو ملاحظات لازم يعني تاخذها بعين الاعتبار، انه الازواج لازم تكون بالغه ومتاكد منه انه فحل ونفيه. ها واكو شغلات تسويها قبل موسم التزاوج، مثلا اكو ريش على المخرج يصير كثيف كلش، شويه تقلل من عنده حتى ذكر يلقح النفيه صوره صحيحه، وبعد ما اكو اي مشكله. ايه بيضاني فرخه بعد ما اكو اي مشكله، دوب انت ما تلاحق عليها اصلا. شباب هنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسونا باللايك والمشاركة والكلمة الطيبة، وأي واحد يشوف الفيديو يحط لايك في مال الله.